رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي بالحساب الرسمي لنادي الاهلي على تويتر، واللي نشر صوره لحسين الشحات لاعب النادي الاهلي بعد مباراه سيمبا التنزاني، وكتب نصر مباراه اليوم هو لاعبنا حسين الشحات. نشر كمان خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي صوره على تويتر لمجلس الاداره، وكتب يا صباح الاهلي يا محلاك يا حبي يا عشقي ومزروع جوه قلبي الحمد لله على نعمة الأهلي. كمان كتب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر بعد المباراة الحمد لله القادم أفضل إن شاء الله. وعلق حسين الشحات على اختياره كنسر لمباراة امبارح وكتب على تويتر الحمد لله. كمان نشر عمرو السلية صاحب الهدف الأول صور من المباراة على تويتر وكتب الحمد لله. نشر كمان محمد هاني صور من المباراة على تويتر وكتب الحمد لله. نشر أحمد حمودي صور على تويتر مع كريم ندفد وكتب الحمد لله على المكسب النهاردة القادم أفضل إن شاء الله. نشر كمان حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال في النادي الأهلي صورة من تدريبات الفريق وكتب الحمد لله على المكسب. كتب شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق على تويتر مباراة كبيرة للنادي الأهلي وفوز مهم لصدارة المجموعة، مستر لاسارتي حرر اللاعبين هجوميا واستطاع أن يستفيد من قدرات كل لاعب، سرعة التمرير وتقارب الخطوات أهم ما يميز طريقة اللعب. كتب كمان الإعلامي إبراهيم المنيسي على تويتر ولسه القادم أجمل لأن العناصر المهارية في الأهلي كثيرة وقادرة على الإمتاع بمزيد من الثقة والتخلص من التوتر والضغط العصبي والإصابات، يزداد الأداء جمال وقوة وإمتاع. عالميا بقى نشر البلجيكي ميتش باتشواي المعار من تشيلسي كريستو بالاس صورة على تويتر من أول مباراة لي مع كريستو بالاس وكان قصاد فولهام في الدوري الإنجليزي اللي انتهت بفوز كريستو بالاس 2-0 وكتب باتشواي كانت تلك بداية جديدة في الدقائق الأولى دائما مميزة. كمان نشر الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي صورة على الانستغرام من مباراة هادرسفيلد تاون في البريمير ليج، المباراة دي انتهت بفوز البلوز 5-0 وكتب جيد جدا ان نعود للفوز مع مرة أخرى مع تشيلسي. كمان نشر ديفيد لويز لاعب تشيلسي صورة من المباراة على الانستغرام وكتب دائما معا أحسنتم. نشر كمان الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على الانستغرام لاعب توتنهام فنشر صوره على تويتر من مباراه امبارح مع نيوكاسل واللي فاز فيها سبيرز بهدف نظيف وكتب واخيرا تحقق الفوز. كمان كتب هاري وينكس لاعب توتنهام على تويتر لا يوجد افضل من الثلاث نقاط في عيد ميلادك شكرا على رسائلكم. وفي ايطاليا بقى نشر كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي صوره من مباراه سيمدوريا في الدوري واللي انتهت بفوز نابولي 3-0 وكتب رد فعل عظيم من الفريق الليلة سنواصل العمل ونستمر في المنافسة. أخيرا نشر البرازيلي نيمار دي سوفا صورة مع والدته على الانستغرام وكتب مهما كبرت يظل حضن الأم كما هو. نطلع لفاصل دلوقتي وبكده هنستقبل ضيفنا أستاذ أيمن محمد المحلل الفني في موقع يلا كورة.